قولي لي لو احنا حطينا تانيا قسيس، لو اتحطيتي وسط المطربين اللبنانيين، يعني تحسي ان انتي تبع اني مجموعه؟ في مجموعه فيروز، ماجده الرومي، صباح، هلا انا يارا، كتير انا ك... ولا تتحطي في اني مع اني مجموعه؟ أنا كتير تأثرت بماجدة الرومي، يعني من أنه بلشت بصغري كنت أسمع ماجدة كتير، وأوقات بيقولوا أنه طريقة مغنى تبعي بيشبه شوي، يعني أكيد unconsciously أنا كتير أخذة منها لأنه كنت أسمع لها كتير، وبحب كتير أغانيها، وبحب كتير كيف بتنقي الأغاني والنصوص تبعولها. وأنا بشرفني يقولوا أنه صوتي بيشبه صوتها لأنه كتير بحبها. عارفة حسيت إيه في الأغنية القصيدة اللي سمعناها؟ في كتير زمن شبه قصائد اللي كانت بتغنيها صحيح صحيح. الست ماجدة. وبحب كتير جوليا بطرس، فيكي كتير من جوليا بطرس كمان. بحب كتير جوليا، فهول هول الاثنين يلي اكثر شيء بحس حالي يعني في بحب، في المجموعة جوهم دي. بحب جوهم. طب بنسمع مقطع لماجدة الرومي من اي حاجة؟ ماجدة الرومي ليها كتير. ايه هلا كنت عمول انا اللي بحبها اكثر شيء هي كلمات. طبعا ما لسه وانت بتغني اغنيتك انا جات في بالي كلمات. يسمعني حين يراقصني، يسمعني حين يراقصني، كلمات ليست كالكلمات، يسمعني حين يراقصني، كلمات ليست كالكلمات، يأخذني من تحت ذراعي، يزرعني في أحدى الغيمات، والمطر الأسود في عيني، يتساقط زخات زخات، والمطر الأسود في عيني في عيني، يتساقط زخات زخات، يحملني معه، يحملني لمساء ورد الشرفات، لمساء ورد الشرفات. الله الله الله. تانيا انت بتميلي للقصائد كمان، يعني انت بتحبي يعني الاغنيه اللي غنيتيها قصائد. شايفه ان القصيده العربيه ما بقالهاش نفس القوه مع الاغاني بقى السريعه والريتميك يعني ماجده الرومي غنت، خير فيروز، خير الساهر، طبعا كل الاجيال اللي سبقت يعني. اكيد غير جو، مثل ما قلنا يعني في كل موسيقى إلها وقتها، إلها المود تبعها. قصائد هولي بيضلوا مدى الزمن، ما عندهم زمن معين. يعني هولي اغاني فيك تسمعيهم باي زمن وبتحسي انه بيحكوا الواقع او اللي عم تعيشيه هلا. انا ما عندي قصائد كثير باغاني زمن، بركي هي القصيده الوحيده هوليك منه قصايد، بس كثير حبيت هيدا ستايل وبحس انه حارجع اعمل تعمليه تاني قصايد.